برزانة رقصة شعبية تراثية يؤديها سكان قصر ولاية إبراهيم الواقع جنوب ولاية أضرار بالعصي والسيوف، وتردد فيها مدائح دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف. بعد اليوم بهذا الاحتفال العظيم اللي يحضروه كاع الأقارب والجيران على مستوى ولاية أضرار يحضروا لهذا اليوم باش يحتفلوا معنا في ونقوموا بهذه الرقصة اللي هي برزانة. هذه رقصة شعبية وعندها طابع ديني، فيها الصلاة على النبي، فيها مجائح يتلوها الراقصين فيها، يمارسوها بالعصي والسيوف. أولا كانت بالسيوف وبالمطول ولات بالعصي. برزانة نعرفوها من نهار اللي خلقنا، نهار اللي يطلع الشهر نتاع المولد النبوي الشريف، نهار الثالث فيه يديروا يبداوها، تسمى 9 أيام. يشارك في أداء هذه الرقصة الأطفال والشيوخ وحتى الضيوف الذين يتوافدون في هذا اليوم من كل مكان. حضرنا هذا الحفل الذي فيه تراث أجدادنا القدماء، ونحن بحاجة إلى إحياء هذه الذكريات الطيبة من أجدادنا. هذه هي العادات والتقاليد التي تشتهر بها عديد المناطق بولاية أضرار ومناطق أخرى من الجنوب الكبير، احتفالا بمولد النبي الكريم توارثها الأهالي من جيل إلى جيل.